قبل لا تستسلم فكر ليش انت تماسكت طول الفترة اللي راحت. قبل لا تستسلم فكر هل فعلا الحلم بهالسهولة تيأس من تحقيقه. قبل لا تستسلم فكر سنوات كثيرة مضت وانت تسعى وتجتهد والحين يمكن يكون آخر المطاف ترفع الراية البيضاء. حلمك أمانيك يستحقون القتال حتى يتم امتلاكهم. رغم أنف كل من حبطك، رغم أنف كل من زرع في قلبك اليأس، أنت قوي لدرجة أنك أنت متماسك لسنوات، راح تتماسك لسنوات ثانية لعناق هذه الأحلام. لا تخذل نفسك، اجتهد فقط. مو لازم يكون بعد هالاجتهاد نجاح قوي، مو لازم الناس يدرون عنه وتسمع تصفيق من حولك. كونك سويت اللي عليك هذا بحد ذاته نجاح لنفسك. كونك حاولت هذا الحالة نجاح. كونك سهرت الليل وقاومت النوم والتعب وبديت العمل والعلم هذا برضو نجاح. أحيانا النتائج مو أهم من كمية العمل والتعب، لأن التعب والاجتهاد راح يخلق منك شخص يملك خبرة في هذا العالم، والخبرة راح تخليك تقدر تعيش. لا تصنع النجاح أولا، بالأول اصنع نفسك بالشكل اللي يناسب النجاح واجتهد فقط.